عمل الكهنوت أو خدمة الكهنوت نعمة من ربنا مش وظيفة، والكاهن أكتر حد بنشوف فيه صورة السيد المسيح، والكاهن هو الترجمة العملية لوصايا الله، الترجمة العملية لوصايا الله على أرض الواقع. هدية من هدايا ربنا للكنيسة أن يبعث كهنة قديسين يتشبهوا بيه، يقدموا حب للعالم كله ويرفعوا العالم كله في الصلاة طول الوقت. ربنا يفرح الكنيسة وكل الكهنة. ربنا يفرح الكنيسة.
الكنيسة ضد الكهنة.